عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسر الشفاء. موضوعنا اليوم موضوع برامج أسبوعية، البرنامج الأول بإذن الله تبارك وتعالى بعد رمضان، برنامج خاص بأصحاب الامتحانات، أصحاب الدراسة، أصحاب النجاح، أصحاب التفوق فوق كل أرض وتحت كل سماء. يا من تعاني من فشل الذكاء، وأنك إذا كتبت وأنجزت كل ما تريد في الامتحانات وعندما تذهب إلى النهائي في الامتحانات لا تعرف ماذا تكتب ولا تعرف ماذا تقرأ، وتجد نفسك مرفوعا ولا يعني لا تستوعب ما أمامك من الأسئلة والأجوبة التي ستجيب عليها، غير مركز في ذهنك، غير مركز في دماغك، رغم أنك حفظت البارحة في البيت ورغم أنك حفظت مرات ووجدت نفسك حافظا لهذه الأمور وهذه المواد، فإذا جلست في القسم وفي الامتحان أصبح دماغك ممسوحا، ليس فيه شيء، لا أسئلة ولا أجوبة، ولم تتذكر أي شيء كنت قد قرأته من قبل. لذلك أخي المصاب، أختي المصابة، يا من تعاني من هذا الفشل في الذكاء، عليك بإذن الله تبارك وتعالى أن تنشط ذكاءك هذا الأسبوع المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وفي كل أسبوع قبل أن تشرف على الامتحان اقرأ 3 آيات مباركة بإذن الله تبارك وتعالى، داوم عليهم واقرأهم بهذه الطريقة، والله العظيم سوف تشعر بتحسن كبير جدا جدا، وستشعر بأن دماغك أصبح لك، بأن دماغك أصبح لك أنت الذي تملكه، لأن الدماغ الذي لا تستطيع أن تذكر ما فيه وقت الامتحان فهو ليس لك، فهو أصبح دماغا للشياطين تلعب فيه وتبعثره وتفعل فيه ما تشاء. فأول نقطة أوصيك به أخي المصاب أختي المصابة بهذا الأمر وبهذا الذكاء، حافظ على صلاتك وادعو إلى ربك بإذن الله تبارك وتعالى، واطلب من الله عز وجل الشفاء والعون وأن يعينك على كل أمر يصعب عليك، وتقول في نفسك وفي خاطرك اللهم لا شيء سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت كل هذا الامتحان سهلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء عليك أن يكون في لسانك عندما تذهب إلى الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى، تقول اللهم لا شيء سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت هذا الامتحان سهلا يا ذا الجلال والإكرام. فهذا دعاء أوصيكم به، ولكن الطريقة للعلاج وتنشيط الذكاء وتقويته فهي الطريقة التي سأشرحها لكم الآن بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل نقطة نقطة. عليك بإذن الله أخي المصاب أختي المصابة أن تأخذ بإذن الله تبارك وتعالى مصحفك، هكذا، هذا ليس مصحفا وإنما سوف أشرح لكم بالتمثيل فقط، تأخذ مصحفا بإذن الله تبارك وتعالى، تخرج منها هذه الآيات التي سأقولها لك، تأخذ كأسا من الماء بإذن الله تبارك وتعالى كبير وتضعه أمامك هكذا، وتضع المصحف هكذا، تخرج مثلا بإذن الله تبارك وتعالى الآية 137 من سورة البقرة، يقول الله عز وجل فيها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستقرأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآية على قدر مستطاعك 100 200 300 على قدر مستطاعك، فكلما قرأت فيها أكثر كلما شعرت بالتحسن أكثر، كلما أصبح دماغك يستوعب ما يقول وما يفعل وما يضر فيه. لذلك تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى كل آية وتنفذ، كل آية وتنفذ، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وتنفث بإذن الله تبارك وتعالى. عندما تقطع شوطا من النفث تقريبا 3 دقائق 4 أو دقيقتين، تأخذ من هذا الماء بإذن الله تبارك وتعالى هكذا، وتمسح به وجهك بإذن الله تبارك وتعالى، وتترك الماء أن يدخل إلى عيونك وتمسح به وجهك كاملا بإذن الله تبارك وتعالى ورقبتك، وتقرأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآية، نفس الآية، وتنفث فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وتنفث مع كل آية، تنفث في الماء، الماء الماء الماء، فمن عنده ماء زمزم فما شاء الله عليك، فمن عنده ماء زمزم فما شاء الله عليك، فإذا لم يكن عندك إلا ماء، إلا الماء العادي فلا بأس إن شاء الله، فلا بأس فلا بأس. وتقرأ مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وتنفث بإذن الله تبارك وتعالى، وتأخذ الماء وتبلل بها رأسك بإذن الله، الدماغ هنا، وهنا منطقة العين، وهنا تسكن الشياطين التي تؤثر على ذلك، يعني تبلل رأسك بإذن الله تبارك وتعالى
وأحيانا تأخذ الماء عندما تقرأ هذه الآيات وتبلل هذه المنطقة هذه بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها منطقة الإشارة التي تعطيك إشارة الذكاء بإذن الله. الذكاء هنا والإشارة هنا، أي إشارة كلها تأتي من هنا من المخيخ، وبإذن الله تبارك وتعالى تقرأ وتنفذ وتبلل هذا المكان، هذا المكان. وأغلب الناس الذي تكون عندهم الألم تكون في هذا المكان، تبلل هذا المكان وهذا المكان ووجهك بإذن الله تبارك وتعالى بقليل من الماء، بقليل مثل الوضوء، بقليل من الماء فقط تبلل شعرك سواء للرجال والنساء الشعر مباشرة. وبإذن الله عندما تفعل هذه الخطوة، قرأت هذه الآية المباركة الموجودة في سورة البقرة 137، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بإذن الله تبارك وتعالى على قدر مستطاعك، 100 200، فمن قرأ 300 فما شاء الله عليك. وتنتقل إلى الآية الثانية بإذن الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل فيها موجودة في سورة الإسراء الآية 45، يقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما شاء الله ما شاء الله، إنها قوية 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 والله العظيم. هناك بالأمس سبحان الله في هذه الأيام يعني حالة عانت كثيرا من المس وهذه الأمور، قلت لهم هل تستطيعون أن تؤثروا على أي مصاب مع هذه الآية؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فبكى الجن والله العظيم، إنه بكى، قال ما نستطيع. يعني آية قوية ما شاء الله، آية قوية، لقد أعطيتها في البرامج السابقة وكذلك أعطيها لكم في هذا البرنامج. وإذا قرأت تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وأنت تنظر في مصحفك إذا لم تكن حافظا، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وتنفذ كلما تقرأ الآية بإذن الله تبارك وتعالى، تنفذ كلما تقرأ الآية بإذن الله، تنفذ عندما تقرأ هذه الآية المباركة على قدر مستطاعك، 100 200 300 50 70 على قدر مستطاعك، تأخذ كذلك الماء بإذن الله تبارك وتعالى وتمسح به ماء وجهك ودماغك بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى في الأول الآية الأولى فسيكفيكهم الله والسميع العليم، لا بأس أن تأخذ الماء وتشرب، إلا إذا كنت صائما فقط لا تشرب بإذن الله تبارك وتعالى، أن تأخذ الماء وتشرب وتتركه في فمك، تمضمض به، تتركه في فمك بإذن الله تبارك وتعالى لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم تبتلع هذا الماء بإذن الله تبارك وتعالى. ما هي النقطة التي تجعلك تترك الماء بإذن الله تبارك وتعالى في فمك؟ هناك من الشيطان تعقد لك اللسان بسحرها وتنفث عليك في اللسان، فلا تستطيع حتى أن تجيب الامتحان الشفوي، يعني حتى الناس الذين يعانون من الإجابة على الامتحان الشفوي فيعقد لك اللسان فتجيب إجابة خاطئة، أو قد لا تجيب، أو تتمتم ما 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 ما، أو ما تستطيع أن تجيب، كأنك لا تحفظ شيء في الامتحانات رغم أنك حفظت كل شيء في البيت. فإذا بإذن الله تبارك وتعالى تركت الماء لتمضمض به فمك بإذن الله تبارك وتعالى، سيؤثر على الشياطين وتذهب العقد وتتحكم أنت في شخصيتك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الماء الذي تمسح به وجهك بإذن الله ورأسك، فلا بأس عندما تقرأ أحيانا أن تمضمض به فمك وتشربه بإذن الله تبارك وتعالى، كي يؤثر على الأشياء التي في معدتك وفي بطنك بقدرة الله السميع العليم. ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الآية الثالثة المباركة. وما هي الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى؟ موجودة بإذن الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال الآية 12، يقول الله عز وجل فيها وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ثم تنفذ في الماء. تقرأ كل آية وتنفذ. ما دور هذه الآية المباركة التي ذكرت فيها الملائكة؟ ما دورها؟ وما شأني أن أدخل في هذا المسألة الامتحانات إخواني أخواتي؟ لقد أدخلتها بإذن الله تبارك وتعالى عمدا، أنا أريد أن تدخل هذه الآية في هذا الجانب الامتحان. لماذا؟ فهناك من الشياطين من تتسلط عليك في داخل الجسد،
يعني في داخل الدماغ وخارج الدماغ، فتنفث عليك وتؤثر عليك فتقلب لك هذا الطاولة، هذا الامتحان كأنه ليس امتحان، كأنك تأتي إلى اللعب في المدرسة أو غير ذلك من الأمور، كأنك لا تشعر بلذة ومسألة الامتحان وأنك على شفاء أن تنجح أو لا تنجح. بذلك تأتي قد تأتي إلى مدرسة وتأتي لا تبالي وتلعب إلى غير ذلك من الأمور، رغم أن والدك كانوا ينتظرون منك أن تكون ناجحا، ولكن أنت لم تشعر لماذا أنا ذهبت إلى الامتحان إلى هذه الحالة، بسبب هذه الحالة أنني ذهبت أريد أن أنجح، فلماذا ذهبت وأصبحت ألعب ولا أبالي بالامتحان؟ فهناك من الشياطين من تتسلط عليك خارج الجسد. فإذا نحن بإذن الله تبارك وتعالى قرأت هذه الآية المذكورة فيها الملائكة، فإن الله عز وجل تأثير عباده الجنود من الملائكة سيؤثر عليك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، تثبيت أن الله يثبتك على هذا الامتحان، يثبتك الله عز وجل على كل عمل تريد أن تقوم به فيه صلاح دنياك وآخرتك، فثبتوا الذين آمنوا. إذا أردت أن يحصل لك الثبات فعليك أن تكون من الذين آمنوا، والذين آمنوا يصلون، الذين آمنوا يخافون الله عز وجل، الذين آمنوا يقومون بالحجاب، الذين آمنوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين آمنوا يبتعدون عن المنكرات والموسيقى والفواحش وما حرم الله عز وجل، الذين آمنوا، الذين آمنوا ركزوا معي، فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم تنفث وتقرأ هذه الآية، ما شاء الله إذا الآية الأخيرة أكثرت منها بإذن الله قرأتها 100 مرة 200 3 لك تنفث بهذه الآية المباركة كلما تقرأها، ولا بأس أن تشرب وتترك الماء في فمك بعض الوقت ثم تشربه بإذن الله تبتلعه، فهذا يؤثر عليه، وتمسح به دماغك كل نفس الآية، الآية الأولى والثانية والثالثة ماءها، امسح به الوجه وترك الماء كي يدخل في العيون، كي يدخل في العيون كي يحترق الشيطان الذي يسكن في العيون، لأنه أي شيطان يؤثر على الدماغ فإنه يؤثر على العيون، يجعلك لا تبالي بما تراه أو لا تستوعب ما تراه أو لا تفهم ما تراه، لأن كيف أقول لكم السيارة لها عينان، إذا كان عندك ضوء السيارة منطفئ في الليل فلن تستطيع أن تسوق السيارة، كذلك ضوء الإنسان هو عيونه، إذا لم يكن عنده ضوء في العيون وضوء العيون في الامتحان البصيرة، أن تفهم أن تعي ما تفعل، لذلك فافتح عينيك بإذن الله تبارك وتعالى بالثلاث الآية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى لكي تنجح في الامتحان وتنجح بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ييسر أموركم وأن ييسر أموركم في الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يجعل كل عسر عليكم يسيرا وميسرا بإذن الله تبارك وتعالى، واحرصوا على الدعاء الذي تقولونه في الطريق إلى الامتحان أو إلى المدرسة أو إلى أي امتحان على مستوى النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم لا شيء سهلا إلا ما جعلته سهلا، حتى عندك وظيفة تريد أن تتقدم إليها قل اللهم لا شيء سهلا إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل طلبي إلى هذه الوظيفة سهلا يا ذا الجلال والإكرام. ما شاء الله إنه دعاء كأنك تفوض أمرك كله إلى الله أن يسهل لك الأمور، ما تتعلق بالراقي ولا بالفقي ولا بالروحاني ولا بالكهان ولا بالمشعوذ ولا حتى بالشياطين. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.